قال المتحدث باسم المعارضة القطرية في العاصمة البريطانية خالد الهيل إن سلطات قطر دفعت رشاوى وقامت بشن حملة إعلامية في محاولة منها لوقف انعقاد للمؤتمر الأول للمعارضة القطرية في لندن. وأضاف الهيل بكلمته في افتتاح المؤتمر أن سلطات قطر حرمت الكثيرين من المواطنين من جنسيتهم واعتقلت العديد منهم، مشيرا إلى أن التغيير الذي ينشده الشعب القطري لن يكون مفروشا بالورود. ولفت خالد الهيل إلى أن هذا المؤتمر يعد تاريخا فاصلا في مستقبل قطر. وقال الهيل إن سياسة دوحة تشق الصف الخليجي، ويشارك في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه عدد من صانعي القرار من الساسة في العالم والأكاديميين والمواطنين القطريين الحريصين على إيجاد حل منطقي للأزمة الحالية وعلى استقرار وأمن بلادهم في المستقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ومكافحة الإرهاب في قطر. وحول هذا الموضوع معنا من لندن موفد مركز الأخبار عبد الرحمن المدفع. مساء الخير عبد الرحمن. عبد الرحمن، ما هو الهدف من إقامة هذا المؤتمر في هذا التوقيت؟ نعم زميلتي سمر، رحب بكم من فندق انتركونتيننتال في مركز أوتو بالعاصمة البريطانية لندن، حيث يعقد هذا المؤتمر، مؤتمر قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي. وقد يعني توجهت بهذا السؤال إلى مجموعة كبيرة من السياسيين وصناع القرار من قطر ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن المملكة المتحدة ومن مختلف دول العالم الذين تواجدوا هنا في العاصمة البريطانية لندن لحضور هذا المؤتمر. ولعل الجميع أجمع على رسالة هامة جدا، وهي ضرورة السماع للرأي الآخر في قطر، والذي حاول النظام القطري منذ أكثر من 20 عاما أن يسكته وأن يعني يفبرك الحقائق وأن يدعي أن الشعب القطري سعيد ومرتاح ولا يملك أي شواغل أو أي هموم. ونرى في هذه القاعة بالتحديد ما هو عكس ما يدعي النظام القطري وما يحاول النظام في قطر عبر أذرعه الإعلامية أن يعني ينشره للمجتمع الدولي. ولعل يعني حديثي مع أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني، عضو مجلس العموم دانييل كوجينسكي عن حزب المحافظين، الذي تحدث أنه أول عضو غير بريطاني المولد، فهو ولد في بولندا وهرب في السبعينات من بولندا الشيوعية، وقال أنه يشعر بما يشعر به القطريون هنا في الخارج، سواء في بريطانيا أو في غيرها من العواصم الأوروبية وخارج الدوحة، من ما يعانونه من سياسات نظام الدوحة. وقال لي شخصيا في مقابلة حصرية لمركز الأخبار بأنه استلم رسالة خطية تحمل شكوى من الخارجية القطرية موجهة إلى مجلس العموم البريطاني، تطالب فيه بعدم السماح لأعضاء مجلسي العموم واللوردات من الحضور إلى هذا المؤتمر. وهذا يدل حسب ما قال عضو مجلس العموم بأن هناك مشكلة، لن تتحرك وزارة الخارجية القطرية ولن تتحرك السلطة في قطر لمنع حضور السياسيين وصناع القرار في المملكة المتحدة وغيرها من دول العالم إلا وأن هناك مشكلة. لعل هذه الفكرة وغيرها من القصص الكثيرة التي سمعتها في هذا المؤتمر هو الهدف الرئيسي لإقامة هذا المؤتمر. نعم، طيب عبد الرحمن، هل توضح لنا المحاور التي ناقشها مؤتمر المعارضة القطرية في لندن حتى الآن؟ نعم، قبل قليل انتهت الجلسة الثانية. بدأ المؤتمر في حوالي الساعة 9:30 صباحا بتوقيت المملكة المتحدة، وقد بدأ بكلمة لرئيس المؤتمر خالد الهيل، وتحدث فيها عن السبب الرئيسي لإقامة هذا المؤتمر، وهو إيصال صوت الشعب القطري الحقيقي إلى المجتمع الدولي ومحاولة رسم صياغة عملية لحل الأزمة القطرية ومحاولة إثناء النظام القطري عن سياساته الداعمة للإرهاب والتطرف في المنطقة. وعبر فيها أيضا عن استنكاره لهذه السياسات التي تمارسها السلطات في الدوحة. ثم بدأت الجلسة الأولى التي كانت تتحدث عن دعم قطر
الجماعات الراديكالية والمتطرفة والإرهابية في المنطقة لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار ومحاولة كسب النفوذ في المنطقة، وعلى رأس تلك الجماعات داعش والنصرة والقاعدة والإخوان المسلمين وحماس وغيرها من الجماعات الإرهابية. ثم بدأت الجلسة الثانية التي اختتمت قبل قليل، وكانت تتحدث عن السياسة الخارجية القطرية والإيرانية، التقاطعات بين السياستين ودورهما في تقويض أمن واستقرار الخليج العربي وتحقيق الأهداف المشتركة بينهما في تحقيق النفوذ على مستوى المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار في الدول الخليجية والعربية بشكل عام. نعم، من لندن وسيستمر المؤتمر طبعا بجلسات متواصلة. الجلسة الثالثة ستتحدث عن حقوق الإنسان وحقيقة حقوق العمال الوافدين وحقوق الإنسان والديمقراطية والحريات في قطر. والجلسة الرابعة والخامسة أيضا ستتحدث عن قناة الجزيرة وحقيقة ما توهم به العالم بأنه إعلام حر بينما هو بوق للإرهاب. والجلسة الخامسة ستتحدث عن الديمقراطيات والصوت غير المسموع للشعب القطري الشقيق. نعم، من لندن موفد مركز الأخبار عبد الرحمن المدفع، شكرا جزيلا لك.